وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. مرحبا بكم في القناة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم فطيرة بدون غلوتين بالسبانخ والجبن. كتجي رائعة وكتجي لذيذة. اللي غادي نحتاجو الدقيق الخالي من الغلوتين. أنا خدمت بالدقيق ديال أونيفرسال. غادي نحتاجو 3 البيض البصلات، غادي ننقيهم وغادي نشنفوهم ونخليهم على جنب. غادي نحتاجو كاس ديال الارز نسلقوه مع الملح. بالنسبه للبصل غادي نديروه في المقلاه ونديروا فيه نديروا عليه الزيت والملح على حسب الذوق، والفلفل الاسود على حسب الذوق. غادي نكونوا ديجا هنا سالقين السبانخ. انا خديت تقريبا يعني كميه كثيره بالنسبه للقياس اللي عندي باش تجيني الفطيره شويه عريضه. من بعد ما قطعت السبانخ ديجا مسلوقين ضفت عليهم الكاس ديال الرز مسلوق. هنا شحرت البصل وفي نفس الاثناء غدا نضيف 4 البيضات و100 غرام ديال الجبن المبشور. ضفته كله. اللي عندكم نتوما الجبن فريكو الجبن الاحمر ضيفوه. هنا كنخلط المكونات ومن بعد ما غتشحر لي البصله نخليها حتى تدفى معايا شويه ونخلطها مع الحشو. هنا كنصحو الذوق ونشوفو الملحه واش هي هذيك والفلفل واش هو هذاك. كنضيفو الى لقينا المذاق يعني ناقص في الملح كيف ما كتشوفونا. انا صححت الذوق. كناخدو من بعد كنبداو نخلطو كيف ما كتشوفوا. كنبداو نعجنوا العجين ديالنا يعني تبقى كميه الدقيق على حسب المول اللي نتوما غادي تستعملوا. ضروري الدقيق انكم تغربلوه. ضفت عليه الملح بيضه. بالنسبه للماء يعني انا خديت غير الماء ديال يعني عادي كتعجنوا به. كتخليوا العجين يعني وسط ما بين يعني خفيف وما بين قاصح يعني بين وبين صافي. من بعد ما كتلموا العجين مزيان بهذه الطريقه كتبقاو غاديين بشويه بشويه كتجمعوا كل شيء. وما تنسوش انكم البنات تابونوا في القناه اللي مازال ما ابونيش وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد، ولا لايك والبارطاج باش تعمل الفائده على الجميع. كنشوف البنات بزاف يعني كيشوفوا الفيديوهات وما كيحطوش لي لايك. يعني لي لايك انسان ما يخسر على حتى شي حاجه، مجرد حركه لايك ما كتزيد ما كتنقص. يعني هاد القناه انا يعني دايرها الافاده باش الانسان يستفد منها ويستفد من الوصفات الخاليه من الغلوتين. من بعد ما كنكملوا العجين كنقسموه على جوج، كنسرحوه بالمدلك كيف ما كتشوفوا، كنرشوا الدقيق باش ما يلصقش معانا. هذه الصراحه طريقه مبسطه كتسهل انكم تخدموا يعني اي فطيره. في نفس الاثناء كندهنوا المول كيف ما كتشوفوا، رشينا عليه الفرينه، حطينا القطعه الاولى ديال العجين كنتقبوها بالشوكه باش ما تنفخش. كنجيبوا القطعه الثانيه حتى هي كنسرحوها بالمدلك كنديروا لها نفس الخدمه، كنجمعوها ونخليوها على جنب باش نوضعها فوق القطعه الثانيه يعني فوق الحشو. من بعد ما ندمج لينا الخليط كله كنسرحوه تنقادو كنساويو الاطراف والجوانب باش يجينا قياس واحد. عندي هنا الجبن ديال غرانا بادانو بيتو ضيفو ضيفو، ولكن كيعطي واحد اللذه الصراحه رائعه ملي تيكون الجبن كتير في هاد الفطيره. كنجيبو القطعه الثانيه ديال العجين كنقادو الجوانب كنحاولو نضغطو في الجوانب باش ينزل لينا طرف ديال العجين غير بشويه بشويه.
باش ما تتقبش لكم العجينه. كيف ما كتشوفوا كنقطعوا الجوانب على هذا الشكل. بالنسبه للقناه البنات راه فيها وصفات كثيره، يعني افاده كثيره بالنسبه للناس اللي كيصعب عليهم يصوبوا يعني اي حاجه بين الجلوتين بالنسبه لهم وبالنسبه لوليداتهم السلياكيين. والله يشافينا ويشافي الجميع. وكاين يعني يمكن لكم تدخلوا عندي يعني التيك توك، غدا ننزل لكم الرابط ديال الصفحه على الفيس وللمجموعه الخاصه بالمواد الغذائيه الخاليه من الجلوتين. واللي بغى يعني اي سؤال ولا اي اقتراح مرحبا عليكم الا تخليوا لي تعاليقكم واقتراحاتكم وانا غنجاوب على جميع الاسئله. هذه فقط قناه للافاده والاستفاده، اللي بغى يستفد مرحبا. كان ندور العجينه يعني بهذا الشكل باش نقفلوها وما يخرجش لينا الحشو. كنبقاو مستمرين صراحه هذه الفطيره راه يمكن لكم يعني تملؤوها باشياء كثيره، وكاين وصفات كثيره كيف ما قلت لكم يعني في القناه. بالنسبه لهذه السبانخ راه مزيانين الناس اللي عندهم يعني فقر الدم، وخصوصا فقر الدم الحاد راه مزيانه بزاف. هنا كنثقبوا بالشوكه باش ما يتنفخش معنا العجينه، واش يبقى سطح العجين يبقى مزيان. هنا كنضيف الزيت، تقريبا انا ضفت نصف كاس زيت مع نصف كاس ماء ولا بكاس ديال الماء صغير. هاد العمليه كتخلي ان العجين كله يجي رطب ويجي فتي وما يجيش ناشف وما يجيش قاصح. البنات صراحه هذه طريقه معتمده عندي في الفطائر وخصوصا الفطائر المالحين. وكيف ما كتشوفوا هنا النتيجه جات رائعه وكتجي لذيذه وصحيه وعمليه. وحاولوا انكم تعملوها لوليداتكم، خصوصا الوليدات اللي ما تياكلوش يعني السبانخ ولا اي اوراق يعني خضراء. يمكن لكم تصوبوها. ونقول لكم بسلام عليكم وحتى نتلاقاو ان شاء الله مع وصفة اخرى من الوصفات الخالية من الجلوتين. وما تنسوش انكم تابوناو في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.